أكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع أحمد الفاتح الإسلامي خلال خطبتي الجمعة أن الابتلاء هو امتحان من عند الله عز وجل، وهي سنة من سننه الربانية تعلم الإنسان الصبر وتجعله دائما الاتصال بربه في السراء والضراء. إن الله تعالى جعل هذه الحياة الدنيا دار ممر وامتحان، وجعل فيها البلاء والابتلاء سنة من سننه الربانية الجارية، ذلك أن طبيعة الحياة الدنيا وطبيعة البشر فيها تقتضي أن لا يخلو المرء فيها من كوارث ومصائب وابتلاءات تصيبه وشدائد تحل بساحته، فكم منا من يخفق في عمل ويخيب له أمل، أو يبتلى بموت حبيب أو قريب أو عزيز، أو يمرض له بدن، أو يفقد منه مال أو ولد، أو يبتلى بإصابته بوباء. والله عز وجل يبلو عبده بالصنيع الجميل ليمتحن شكره، ويبلوه بالبلوى التي يكرهها ليمتحن صبره. والابتلاء فيه فوائد عظيمة تعود على المؤمن في دينه ودنياه، فتتربى نفسه على الصبر، ويقوى بذلك إيمانه، والرضا بالبلاء يجعل المؤمن دائم الاتصال بالله عز وجل، فهو متصل بربه في السراء والضراء وفي جميع أحواله، فتتحول حياته إلى عطاء دائم.